بسم الله والحمد لله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنات والنار. الآن سنقف بكل اجتهاد وكل وعي وكل رغبة إزاء آيتين من سورة المجادلة لا ديسكسيون. والسورة هذه كان نزولها بعد نزول المنافقون الملعونون عموما، أي سورة مدنية والله أعلم دائما، واعتنت بعدة أمور منها الظهار لو سيرمون دو سيرمون اس او ار ام ان تي دو دو، يعني جي ذكر اليوم مش ذكر ما عنده حتى كرامه من نوع هذايا، قل المرت وقت اللي يحب يبيها قل انت كظهر امي علي، يعني انت محرمه علي، لا اقربك ولا اشتهيك ولا اضاجعك، يعني اشمعنى منا الانسان عابد في كل الاحوال مع من هي رحمه له لو كان يعقل، وهي معينه له، وهي صابره على غروره وكذبه وبهتانه وما اكثر هؤلاء النوع الفاسد في ارض الكرب. والسلام الى الرب لامه تؤمن بالرب وتحب وتخشاه وتطمع في غفرانه. والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه.